الأمم أمة من أرقى الأمم. اسأل التاريخ عنا واسأل السيف والقلم، أحمل العالم رسالة حكمة مع عدل وحزم، حكمة مع عدل وحزم. أبو حسين، كنا عندك في المزرعة في البيت، كنا نسوي الأجزاء الأخرى هنا في المقهى الجميل هذا في خط الهدى الدائري، مقهى لوكيشن الرائع لأبو فهد الله يعطيه العافية. ما شاء الله نسمة هواء حلوة ورائعة. هذه هي عادي، هذه هي، يعطيكم العافية. فنستكمل فيما يخص المجرور. قلت لي أبو حسين إنك جاءت 14 سنة وصرت مع أبوك في تنزل في اللعب وفي هذا في المناسبات، شاركت في نادرية، بعدين ذكرت لي قلت لي في واحد عم سلم. نعم. إيش تقول على عم سلم؟ عم سلم، مسلم المولد هذا رجل ما شاء الله تبارك الله، يعتبر الآن المرجع الوحيد في موضوع المجارير وموضوع حفظه لها، لأنه هو تنقنها من أهلها وأخذها من ناس قدام، وعنده كامل الأربعين اللحن مجودة عنده حافظها. أنا تعلمت منه 36 لحن. حلو. والألحان اللي تعلمتها أنا ما تعلمتها إلا من هذا الرجل، الله يطول في عمره ويشده إن شاء الله بالصحة والعافية. فهو الآن يعتبر المرجع في هذا اللحن، وما أخبر أحد يعني يحفظ أكثر من هذا الرجل في هذا المجال. هو عشان يعني عاصر، هو عاصر رجل ولا كبير يعني، يمكن فوق 80 ما شاء الله، عاصر كبار من أول. نعم. فهذا الرجل استفدت منه استفادة كلية. ما اللي قلت لي حاجة طريفة كنت روح له؟ نعم، كان هو في بيته الدائم في المثنائية. كان هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة، عنده بقالة، تعرف البقالات التقليدية زمان، بضاعتها كلها يمكن في كرتون واحد تحطه. ايه. فكنت أجلس عنده، القصد أني أحفظ منه وأسمع. فأخذت فترة على هذا المجال أني أحضر عنده أسمع، يرددها مرة مرتين ثلاثة، حتى حفظت معظم الألحان من هذا الرجل. أيضا الأستاذ عبد الله السيد المسلمي حفظت منه الكثير في الأداء الحركي، في الإيقاع، التميز في الإيقاع. كذلك أحمد غازي وجود الله يرحمه استفدت منه، من ساعد العبوش رحمة الله عليه. اكتسبت هذه المهارات اللي أنا وصلت لها من هذول الهامات اللي أنا ذكرت اسمه. الله يعطيك العافية. إحنا شفنا عندك تكلمت عن نعم الأربعين اللحن هذه، نعم هي موجودة ومحفوظة، وأي محب لهذا الفن يريد أن يسمع الألحان هذه، بيتي مفتوح وصدري مشروح للكل، ما عندي أي مشكلة. أنت إيش قدمت أنت لل يعني؟ أنت قلت لي شاركت في الجنادرية، بعدها فين شاركت؟ كل مشاركات؟ لا، أنا أسست فرقة من فئة الشباب. إيه. علمتهم هذا الموضوع. اسمها فرقة ربابين المجرور. ربابين. نعم. فجلست معهم 3 سنوات، تلقوا التعليم كامل في موضوع المجرور الطائي. شباب صغار. نعم، شبابهم يتراوح أعمارهم من 18 إلى 20 أو فوق 20. إيه. فاشتغلت معهم حوالي 3 سنوات حتى تعلموا كامل. الهدف إنهم تفاصيل المجرور عشان يتم الحفاظ على هذا الموروث. كما هو. كما هو. وهم الآن يعني مجيدين إجادة جدا رائعة. Yeah.
زالت الفرقة ولا زالوا موجودين، لكن حكم ظروف العمل واللي تعين شمال واللي تعين جنوب، ولكن وقت يعني ما يطلب منهم بطريقة رسمية تقدم لهم أعمال في أعمالهم إجازات يقدرون يشاركون عادي في الاحتفالات الرسمية. إيش تتمنى أنت من أرباب المجرور من محبينه من أبو عباس وجداده، إيش تتمنى لهذا الموروث كي يحافظ عليه كما هو؟ يعني إيش المفروض يصير عشان يبقى هذا الموروث؟ والله شوف، ما يصير فيه تحريف. الموروث هذا إذا ما كان فيه حب من جهة الشباب لهذا الفن اللي هو يمثل الهوية الحقيقية له، إنه يحافظ على موروث أبائه وأجداده. فإذا ما كان الشباب عندهم الحرص ما راح يتم الحفظ على الموروث. الشباب عندهم الرغبة، بس أنتم مفروض أنتم يكون لكم زي المكان، يعني خلينا نقول بصريح العبارة معهد، زي ما يكون معهد موسيقي يكون معهد تعليم المجرور. أتمنى 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 أن ينشأ في هذا المكان، هذا يجي يعلم الإيقاع، هذا يعني يعلم، يكون فيه اهتمام من قبل جمعية الطائف أنها تتبنى هذا الفكر، تحافظ على هذا الموروث، يدعمون هذول الشباب حتى انهم يتم يعني استقطابهم لهذا الامر فيحافظون على هذا الفن. اذا ما يكون هناك دعم والتفاته من جهات رسميه لهذا الامر لن يتم الحفاظ على الموضوع. لا دحين ما شاء الله قامت معاهد موسيقيه، ناس يستثمروا ويسووا. انا اتمنى انه يكون فعلا الالتفاته هذه، وانه يكون في توجه فعلا فئه الشباب انهم يتعلم موروث ابائهم واجدادهم، يتعلمون ما في مشكلة. الآن الأمور يعني في أريحية، ما عاد في هناك صعب، في موجود ناس سبقون في المجال يقدرون يوصلون لهم المعلومة. فأتمنى أنه فعلا هذا الموروث أنه ما يندثر ويكون موجود، وأنه فعلا يتبناه أفكار يعني فعلا تريد البقاء والثبات في هذا الموروث ولا يعني يندثر. وكمان انه ما اتمنى انه يمس هذا الموروث زي مثلا التطفل، زي مثلا يقولوا المجرور ايش اصله، ايش تقول اصله؟ بعضهم يقولوا لعبه عربيه من الحجاز ومن الطائف تحديدا. فهذا انا اسمع انه في ناس يقول ان اللعبه هذه للمواليد او لعبه افريقيه، وهذا كلام غير صحيح، لانه اللي يقول هذا الكلام كله استنادهم على وكاله يقولون، وكالة يقولون انا ممكن اقول لك هذا المكان احنا الان ما احنا في الطائف، مو حق ابو فهد، حق ما احنا في الطائف، احنا الان في يقولون انه مو الهدف. فهذا كلام يقولون ما يستند عليه، لكن اللي يقولون نبغى منهم مصادر تاريخيه توثيق لهذه المعلومه حتى نقول لهم تعظيم سلام، كثر الله خيركم اللي نورتوا الناس بالمعلومه. حجازي طائفي معروف لنا كلنا، اكيد والكل يعرف، اكيد معروف. تجي تقول له نعم، في ناس يدعون هذا الشيء، لكن يمكن لعدم مقدرة الأداء في هذا الفن، يمكن لعدم أنه يعني موجود عنده، هو غير موجود، فلا بد أنه يعني يقدح في هذا الأمر. اللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول. فعشان كذا أنت لازم توثقوا، ولازم زي في كتاب سواء نجدي أظن كتاب موجود في آخرين، وتوثقوا أنتوا في زي الالوان هذا اللي انت اديتني هي، ما شاء الله تبارك الله. نعم. انت خبير في هذا الامور، يعني هذا المفروض تتوثق وتنقل للاجيال. هو الان انه الان هذا اللي وشعارها. انا شغال على هذا الامر حتى احصل على توثيق من وزاره الاعلام لهذا الفلكلور الجميل اللي يمثل الطائف في الالعاب الشعبيه. فانا جالس اجهز ملف لتوثيقه من قبل الجهات المعنيه، وشغال على هذا الموضوع استاذ رويد. الله يوفقكم ان شاء الله. ما شاء الله، انت شفت ذاك اليوم ابنائك معاك يوم كنا في ناس، انا عيالي كلهم يأدون هذا المجرور وتعلموا ويأدونه، واخواني ايضا ما شاء الله كلهم يأدونه وكلهم متقنين لهذا الموضوع. وكثير شباب يعني في 30 نفر تقريبا الان موجود بس من الهدف، ما بالك يعني في الطائف في ناس كمان. يعني أنا ودي إنه أقول إنه في ناس الآن حالياً ما شاء الله تبارك الله يعني برضهم برزوا في هذا الفن، يعني عند الشنابرة، عند النمور، عند طويرق، ما يهضم حقهم، هم مبدعين، لكنهم يعني لو اتحدوا وصاروا كلهم يعني مجموعة واحدة
يأدون كان يعني يكون أو مجموعات مع بعض بس كلها تأديها تأديه بالطريقة السليمة. أتمنى للجميع التوفيق. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. عافيتك شعب الوداع والحرف يعزف يا جميع يعزف طربها يا ضواجيس المغني والحرف يعزف طربها يا ضواجيس المغني سلام عليك. قلت الهوى قال يا ليت الهوى في القلب يعشق. قلت الهوى فالعيون شاف لو ما خاب قال أنت صادق ورمش العين بعض أحيان خطاف يخطف قلوب البشر حذرك قلبك لا يحني لا يحني نعم موجود ايوه القصيده القصيده موجوده بس اهنيك انه النص هذا متراكب مع المدرور مليون في المليون. بعض الناس يحط ادوات الشعر في القصيد يعني في المجارير تناسب الرجل صح فيها الانف تكلم عن احنا وحوارنا في المجرور ما يقول اي في المجرور المجرور يعني يبغى طرب يبغى قصيدة مثل هذه غزلية عاطفية جميل تتناسب مع موضوع المجروح لأنه طرق هذه القصيدة بيني وبين قلبك والله قلبك على كذا ونبغى نستثمر والله شوف يقول الباير حساء جزلات القوافي تشعب القاف نعم والحرب يعزف طرب هيض هواجيس المغني يا سلام قلت الهوى قال يا ليت الهوى في القلب يشاف قال الهوى في العيون يشاف لو ما خاب ظني قال انت صادق ترى رمش العيون احيان خطاف يخطف قلوب البشر حذراك قلبك لا يحن لا يحن قلت انت لا ترهب الملهوف والملهوف ما خاف والليلة عيون هاي حرف ما عنها وعنها وعن دام الهواء في صميم القلب متمكن وطواف يطوف والسعي حرف الهواء منها ومني ريانة العود بنت الجود نالت كل الاوصاف ابرك لها واللعب ما بيننا وتحت مصني قال الهواء المغني لا يحدك يمه يا قبلك تراني رهنته لين ببياتك بتني لا تتلف القلب وانت مطلع في شرع وعراض قلت انت ميال وانا رهن ولا حي رهن قلت الهوى قال خلك في الهوى الرب رواه قال الهوى قلت بزياده وانا ما حد انسجن قال انت عاشق لدرب ما يحوفه كل حواف وعلومك جزال وعقال الكرم هيلا وبني مفتون في عز نفسه ما لحق ضيف وخلاف نفس عزيزة ولا هانت بعين انسي وجني قال قلت الحقيقة قبضت من العلوم اطراف وطراف جملت لكن في الاول ظلمت تحسبني اللي على طرد البنات الغيد لها يا حرف ظنيت بي مدري تحاول تمتحني قال الحقيقة ظلمتك والظليمة ظلم وجحاف لكن طالب قول الله يسامح من ظلمني طيبك غمرني وهرجك سيف ما هو بيت سيار أسأت ظني وتفكيري غلط ظلم وغبني قلت له مسموح دام العفو شيمة قوم عراف والله يشغلك في الطاعة مثل ما هو شغل بحث اعذروني على الشر والله شغلتك أنا انت عظيم شاعر الجزم ما شاء الله جميل جدا الله يرحمه وهذا من ضمن النماذج اللي أتكلم لك عنها فئة الشباب لو قام هذا راعي كلمة الثاني راعي أداء الثالث راعي مغنى راعي تتكامل هي سلسلة تكمل بعضها فالطائف مليان وتظهر الموضوع هذا انت كذا بس احنا بالصدفة حتى نشارك الآخرين بمواريثهم يعني ندخل من الشعر بمجال غيره يعني زي الزامل انا من الناس اللي من ثقيف ما عندنا زامل يا ثقيف رحت للغيجين وشاركتهم بموروثهم بلون الزامل
وكنت يعني متمكن فيه جدا. والزام اللي هذا اكتساب لك انت كشخص. والحان لهم برضه جميلة دخلت فيها وبدعت عليها. كان انت فرقة ابراهيم؟ لا دخلت فيها زمان بعدين طلعت منها انقبلت في الحرس الملكي مدرب. جميل جدا جميل. بعدين انشقيت اتجهت للشعر، والشعر علم مكتسب، موهبة وعلم مكتسب. اذا الواحد يوم تقول لي مو لك ليام ومو لكم لقبيلتكم، الفن لا وطن له. صح الفن لا وطن له، والشعر لا مقر له. اي فن شعر ولا غير شعر ولا فن طرب ولا ما لا وطن له. في لحن اعجبني، اللحن من اللحون حق سهلة لا يام، وهذه الديار لحونهم جميلة. ففي لحن يقول يا ليلى ليلى لا ليا ليلى ليلى لا لا ليلى لا 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 ليا ليلى لا 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 ليت طرف ليت طير الحمام عصير المعاد يسجع نقاض جروح قلبي والعنا والمواجع. الله أكبر. آه يا باري حالي ليت ما فات يرجع بس ما هو راجع بس ما براجع. هذه من ضمن الألحان الجميلة كلنا تعلمنا شغلنا جرام الليل. والله لي الشرف. عشان كذا أنا من زمان دائما أقول، وبعضهم يقولوا متحيز، أقول منبع الفن الطائف. ما تروح يمشي أنا بصفة جيلة مقر واحد جنبك منه ما شاء الله مليان أي طائف منبع الفن والشعر والفنون الصغير والكبير خلاص متلازمة فيه في ذكره في ثقافته الموروث الفني والثقافي من أيام عقاب والله الشباب. وبعدين ما قاعد يقول في المقهى لكل العالم قاعدين مركزين ومبسوطين ويردوا وابن زيد على راسهم. هذا الطائف خارج المنافسة. برمى حرم واحنا سيفين وعلم احنا سيفين